جولتنا على أسواق اليوم تبدأ من الإمارات العربية المتحدة، حيث عم بيتم إعداد قانون لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسط الحجم عن طريق تخصيص 10% من عقود الحكومة الاتحادية بالمستقبل لهالشركات. بحب شير إلى أنه هدف الحكومة من هالخطوة هو الحد من البطالة عن مواطني الإمارات ومساعدتهم على تأسيس شركاتهم الخاصة، خطوة فعالة نحو تنوع الاقتصاد بعيد عن النفط. من المتوقع تنفيذ هالقانون بغصون 3 أشهر أو أقل، علما أيضا أنه رح بيساهم بتحسين الناتج المحلي الإجمالي ل 70% بحلول سنة 2020 مقارنة ب 60% سنة 2011. ومن الإمارات العربية لأوروبا، حيث أعلنت بي أس آ بيجو سيتروين تاني أكبر شركة لصناعة السيارات بأوروبا أنه رح تخفض خط الإنتاج للنص بمحاولة لزيادة الأرباح. ونقلا عن الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس وانطلاقا من رؤيته الاستراتيجية للشركة، فبيشوف أنه بهالطريقة رح توصل الأرباح التشغيلية ل 2% من المبيعات بحلول سنة 2018 و 5% بفترة 2019 و 2023. على هالأثر انخفض سهم بيجو بنسبة 3.1% بتداول اليوم الصبح بباريس. أيضا ما فينا ما نذكر اليورو يلي شهد انخفاض مقابل معظم العملات الرئيسية ال 16 بعد ما أعلن ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي ضرورة البدء بالتحفيز النقدي. ومننهي مع جولة على أداء الأسواق العالمية يلي شهدت انخفاض ملحوظ الجمعة الماضية. بدايةً مع المؤشر الأمريكي ناسداك اللي انخفض بنسبة 1.34% إلى أوروبا، والمؤشر الفرنسي كاك 40 اللي انخفض بنسبة 1.08% وصولاً لمؤشر روسيا يلي تأثر بالأحداث السياسية مع أوكرانيا. أيضاً كان للأسواق العربية نصيب بهالانخفاض، فكل من مؤشر السعودية ودبي ومصر وقطر شهدوا انخفاض أيضاً أو عدم تحقيق أي مكاسب. وأخيراً بتركيا يلي تعتبر من الدول الناشئة مثل روسيا، شهد مؤشر بي اي اس تي انخفاض بنسبة 0.57% مع تراجع الليرة ايضا بنسبة 0.6%. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكن بكرة. متقلب مكمل معنا بالايام القادمه. وقبل ما نشوف بالتفاصيل حرام